في بلاد طيبة التي توصف دائما بأنها شعب أصيل بتاريخ عريق على أرض طيبة، يقرأ علينا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث بعضا من منشطات الأخبار التي نشرت في الصحف والمجلات منذ زمن فات، معلقا عليها ومبينا أن الحاضر هو مجرد رجع صدى للماضي وأن تاريخنا يقوي انتماءنا لحاضرنا. حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة من حلقاتنا بلاد طيبة، مواصل ما ورد في مجلة الاثنين والدنيا الصادرة في 5 مارس 1945 من مكتبة والدي محمد فهمي، وننتقل إلى داخل المجلة في مقالاتها المعتادة. كلنا نعرف السيدة نبوية موسى ومدارس كتير باسمها في مختلف الجمهورية. في حوار مع السيدة نبوية موسى ونشوف ايه اللي مكتوب في داخل العدد. صورتين، صورة للسيدة نبوية موسى في شبابها وصورة لها اخرى بعد كبر السن. نشوف المقالة ما يحمل رأيها تحت عنوان الحب نوبات جنونية عصبية بقلم السيدة نبوية موسى. سألنا السيدة نبوية موسى عن رأيها بالحب وعن الشروط التي يجب أن تتوافر في الزوجة التي تختارها فيما لو كانت رجلا. قد أجابت عن السؤالين بما يأتي: الحب هو عاطفة الخير والرحمة، فإذا أحببت شخصا رجوت له الخير من كل الوجوه وساعدته على حياته دون أن أشتاق إلى رؤيته. أما الحب المتعارف بين الناس أي الغرام فهو ما لا أفهمه ولا أؤمن به، وأعتقد أن نوبات عصبية جنونية تجعل كل جنس يشتاق إلى الجنس الآخر بحالة غير معقولة، ولا يمكن أن يلبي رجل وامرأة نداء مثل الحب وهما في سلامة العقل والتفكير. ويقيني أن كل مجنون ينسب جنونه إلى شيء أصابه، كأن يشكو من أن السلطان سلب ماله أو حرم حريته، هو لذلك يحصر أفكاره في استرداد ماله وحريته. ولو بحثت هذا الأمر لوجدت أنه جنون خارج عن هذا الموضوع، وقد أصيب به كما يصاب المرء بأي مرض من الأمراض. والأهم، وإنني أؤكد أن مجنون ليلة ما كان مجنونا بها، ولو أنه تزوجها لظل مجنونا كما هو، لكنه رجل أصابه الخبل والجنون، وهيأ له خبله وجنونه أن يتغزل في ليلة، فصرف كل ذكائه في ذلك الغزل وأصبح لا يعقل شيئا سواه. ولو صور له خبله أن يتغزل في نبوية موسى لفعل. وهكذا كل مجنون إذا جن بحث عن سبب ينسب إليه جنونه ليسري عن نفسه ويتنفس بما في صدره ويشكو ظلما أو غراما أو غير ذلك. ولو أن الظلم يؤدي إلى الجنون مثلا لجنت نبوية موسى منذ أمد بعيد. وبما أنني لا أفهم الغرام ولا أؤمن به، فإني لا أشترط في المرأة التي أختارها، هي بتتكلم كأنها رجل طلب منها هذا، فإني لا أشترط في المرأة التي أختارها زوجة لي لو كنت رجلا إلا أن تكون مقبولة شكلا بتعبير رجال القانون، أستطيع أن أراها وأتحدث إليها دون أن أنفر منها. أما عقليتها فيجب أن تكون في مستوى عقليتي من الثقافة والذكاء، وأنا بعد ذلك أطمئن أنها ستدير لي منزلي. إذا جلست أتحدث إليها حدثتها حديث الند للند، فلا أحتاج إلى الهرب من مجلسها إلى المقاهي والمنتديات العامة، بل يكون بيتي ناديا
أتمتع فيه بمباحثاتي العلمية مع زميلة تماثلني علما وعقلا، وأسعد فيه بحياة هادئة عائلية. لا تعليق على كلام السيدة النبوية موسى، قد يتفق البعض في جزء منه وقد لا يتفق الآخر. في تحقيق بقلم الدكتور أمين بقطر، الدكاترة الأميون، لست الأمية بمعنى الأمية، ولكن الأمية هي يقصده في هذا التحقيق الأمية الثقافية. اقتبست هذا العنوان الأخذ من مجلة أمريكية علمية كانت تنشر من سنوات مضت مقالات لازعة تندد بالكثيرين من الإخصائيين وحملة الدكتوراه في العلوم الهندسية والقانون والتربية والطب، الذين يعدون من كبار الثقات في المواد المحدودة والدوائر الضيقة التي تخصصوا بها، لكنهم يبدون جهلا فاضحا في المعلومات والثقافة. أعجبتني بهذه المناسبة عبارة هو أن ما يجهله كبير الأساتذة من المعلومات الثقافية العامة في جامعة واحدة من جامعات العالم الكبرى ليملأ مجلدات الموسوعة البريطانية بأسرها. عادت لي هذا العنوان وهذه العبارة التهكمية إلى اختبار واحد في مصر سنة 41-43 والثاني في روسيا. الاختبار الأول الذي أجري لطلبة، منهم من يحمل شهادة عالية ومنهم من لا يحمل سوى البكالوريا. ما تعداد سكان القاهرة؟ وكم أردب من القمح يستهلكون يوميا على وجه التقريب؟ هذا سؤال يعني ده متخصص، يعني أنا مالي أنا أعرف عدد سكان القاهرة كام، بفرض أنا من أي بلد تانية يعني. نشوف السؤال الثاني، ما مساحة الأراضي المنزرعة بالقطر المصري؟ ناس قالت 18 ألف فدان، وناس قالت 280 مليون فدان. ما ميزانية الحكومة المصرية؟ بعضها قال 4، بعضها قال 6 مليون، بعضها قال 240 مليون، بعضهم قال 23 ألف جنيه، بعضها قال 25 ألف جنيه. سؤال، ما أسباب التضخم المالي؟ واحد، عدم وجود فكة تناسب الجنيهات، وعلاجه البحث عن النقود المخبأة. سؤال، ما اسم الرحالة الذي عثر على ليفينغستون مكتشف مجاهل أفريقيا؟ الردود كانت أحمد باشا حسنين، كريستوفر كولومبس. هو ما حددش هنا مين اللي سألهم بدرجاتهم، يعني هو قال بس ان بعضهم حملت بكالوريا وليس في ذلك. واحد، ماذا تعرف عن سيسيل رودس؟ واحد قال طريق النصر، واحد قال مخرج سينمائي، واحد قال مكان بسويسرا، واحد قال شارع بإنجلترا. سؤال، وده مفروض يعني كان على الأقل، يعني ما اسم الموسيقي المشهور الذي وضع الأوبرا التي مثلت بدار الأوبرا المصرية لأول مرة؟ يمكن احنا بالظروف العصرية الحالية عشان اتعملت عارفين انه فيردي، لا أوبرا عادة، لكن نشوف الإجابات كانت ايه. جورج أبيض، والتاني قال برنارد شو. في أي اتجاه تدور الأرض حول نفسها؟ واحد قال من الشمال للجنوب. ما معنى الكاموفلاج؟ واحد كاتب تغيير وتجديد الآلات، واحد كاتب التطهير من الأمراض التي تسبب الحيوانات، ومحدش قال حاجة. الأعجب، إلى أي شيء ترمز هذه الحروف R.S.V.B؟ من غير ما يتكلم SDSVB سيل وبلي من فضلك. واحد قال مصلحة السكة الحديد، واحد قال ده مختصر جمعية الرزق والحيوان، واحد قال ده مختصر روسيا الاتحادية.
الأعجب بقى إن حتى في روسيا نفسهم ما بستكان مع أسرى الحرب الألمانيين. عايز نقول إن هذا الجهل بالمعلومات لا تخلو منه أمة من الأمم، هذا صحيح، لا تزال الصحف والمجلات تكتب فيها، وشيء عادي ممكن أن يكون موجود. لكن القرن العشرين عصر النور حقيقة. في جزئية تهمنا لسؤال موجه للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، لماذا اعتزلت الأحزاب؟ رادد: تحررت من الانتماء إلى هيئة سياسية معينة واعتزلت الأحزاب لسبب واحد صريح، وهو أنني مفكر حر لي آراء ومبادئ قد لا تتواءم مع الحزب السياسي الذي أنضوي تحت لوائه. وهذا كلام له كل الاحترام والتقدير. ثم أنا للأحزاب السياسية آراء ومبادئ قد أخالفها في كثير من الأحيان، ولأضرب ذلك مثلا الحملة في سبيل الضرائب. الرأي عندي ينحصر في أن تفرض ضرائب تصاعدية على أغنياء الحرب وتوزع بالقسطاس على ما يتجمع منا على مرافق الشعب. هذا الرأي لا توافقنا عليه الهيئة السعدية، أو بالتحديد هو الهيئة السياسية التي أنتمي إليها. هناك مسائل قد تصدر عن الحزب، فإذا سكت عليها خنت ضميري ككاتب ينير بصيرة أبناء قومه، وإذا عارضتها احتج علي أعضاء الحزب على مسلكي، وعدوا ما أكتبه إساءة لا تغتفر. لذلك رأيت من الواجب على أن لا أقيد نفسي وقلمي بمبادئ وبرامج الأحزاب السياسية. وعلى كل حال فنحن جميعا نعمل لمصلحة الوطن. رأي محترم، لكن كله مع صاحب فكر خاص. في باب طريف كلام حديد، أيام العمر. إيه أيام العمر؟ قال لنا سعادة مراد محسن باشا أن الأيام التي قضاها في الحجاز في معية جلالة الملك هي أيام العمر، وأنه إذ كان له مطمع آخر في هذه الدنيا فهو أن يوفق لأداء فريضة الحج في معية جلالة الملك. لا تعليق. في جزء آخر، سهرة لغوية. عقد بعض موظفي وزارة الخارجية اجتماعا فارت خلاله مناقشة لغوية حول عبارة الوحدة العربية، وهل يحسن أن نستبدل بها عبارة جامعة الدول العربية أم جامعة الأمم العربية؟ وقد استطال البحث واستدعي الرجوع إلى كتاب لرفعت علي ماهر باشا في القانون الدستوري، وأخيرا تم الاتفاق على اختيار عبارة جامعة الدول العربية. بعد كم ساعة دول عشان يختاروا كلمة بمعناها ولا بفعلها ولا بقوتها ولا بمغزاها، ورجعوا في الآخر لكتاب فقيه دستوري وخدوا قد ايه من الوقت. لكن الله يا أمتنا العربية. في جزئية معينة ربنا يرزق، كلنا نعرف اسم ليليان تراشر. ليليان تراشر دي لها ملاجئ كانت بتأوي فيها أطفال الفقراء المشردين من بدايات القرن العشرين، وهي سيدة أمريكية أقامت ولها مكان أنا أعرفه بشكل شخصي فيه، كان في أسيوط بنسمع عنها بشكل كبير. منذ 20 عاما أقامت في أسيوط سيدة أمريكية تدعى ميسيز ليليانز، حيث أنشأت ملجأ للأطفال بدأ بطفل واحد وتدرج حتى أصبح يضم 1000 طفل. تعتمد ميسيز ليليانز على تبرعات وهبات الأغنياء الأمريكان، لكن هذه الهيئات قلت الهبات بسبب الحرب، وكانت أخيرا في حالة يأس بسبب انقطاع التبرعات، وفجأة هبط عليها مبلغ 5000 جنيه أرسلها إليها لورد إنجليزي كان قد زار الملجأ منذ عدة سنوات.
وأعجب به ووعد بمساعدتها، ومرت على هذه الزيارة سنوات حتى مر أخيرا بوعده. طيب يا أخوانا، يعني ما هي الست دي بتاخد أطفال مصريين ولا بيجيب أطفال من برة؟ يعني أغنياء الحرب المصريين، يعني ينفقوا فلوسهم في حفلات وولائم. وقبل كده قلنا في الحلقة السابقة إن في 22 ألف كرتونة ويسكي نزلت، ما يتبرعوا للست دي اللي بتعمل بتربي أطفال أيتام، يعني ملاجئ بتربي أطفال بدل ما هم يبقوا في الشارع. في صفحة أخرى، المرأة المصرية الأولى التي ظفرت بحق الانتخاب. بينما تعقد المؤتمرات النسائية للمطالبة بحق الانتخاب، إذ بالمرأة المصرية تتمتع بهذا. ذكر فين نقابة عمال شركة مصر للنسيج بالمحلة الكبرى. ليه؟ لأن عدد الفتيات العاملات هناك 1500 فتاة. فتجولت عدسة المجلة بين الناخبات يوم الانتخابات ونقلت هذا. بتقول المجلة إن لم تخلو انتخابات النقابة لعمال شركة مصر للنسيج من الحزبية حتى بين السيدات. فانقسمت الفتيات الناخبات إلى قسمين، أحدهما يؤيد مرشح حزب الإدارة وآخر يؤيد مرشح القطن المرتجع. شيء غريب. عمد بعض المرشحين كما هو الحال في انتخابات مجلس النواب بيعمل مقارنة، الكاتب هنا، إلى بذل الوعود بتوفير القوت والكساء ومضاعفة المرتبات وغير ذلك مما يهم العامل والعاملة. الانتخابات دي هتكون كل سنة، العمال هيجتمعوا وخطوبة وما إلى ذلك. وعرض على أحد الناخبات أسماء المرشحين فقالت أنتخب مين ينفع فيهم، يعني رايحة ومش عارفة. قالت ناخبة إن البنات انتخبوا فلان عشان حلو شوية، لكن أنا ما بحبوش، هنتخب فلان خصمه. سئلت إحدى الناخبات لمن تريدين إعطاء صوتك، فأجابت لمن يستحقه. شوف انت بقى، طبعا ده هو أخذهم وسيلة وليست فكرا، لكن على نطاق محدود في سنة 1945. في جزئية أخرى، عثر أحد الحوذية، الحوذية اللي هو الحوذي اللي هو سائق حنطور عربية كارو، على حافظة نقود بداخلها نحو 200 جنيه، فذهب إلى قسم البوليس لتسليمها، وتصادف وجود صاحب الحافظة هناك ليبلغ عنها، فطلب منه الضابط إعطاء الحوذي 10 جنيه قيمة المكافأة الرسمية لمن عثر على شيء كما يقتضي بذلك القانون. لكن صاحب الحافظة عارض قائلا ده عاوز قلمين. الضابط بص له بدهشة، ليه؟ قال له ده عاوز قلمين بدل المكافأة، لأنه مغفل، كان لازم ياخدها لنفسه وما يعملش امين قوي للدرجه دي. كان ممكن يندب على ال 200 جنيه اللي ضاعت منه، وربنا لما جاب له الفلوس بخل ما يدي بيها. في جزئيه اخرى نكمل بيها باقي المجله، كان الخديوي اسماعيل اول من عمل على الغاء الصخره التي وجدت في مصر منذ حفر قناه السويس، فاصدر امره بان يكون الحد الادنى لاجر العامل 7 قروش و30 فضه في اليوم، وأن لا تمنح أي أرض لشركة القناة إلا بالقدر اللازم لإنشاء مكاتبها ومعاملها. بعد ما مات المصريين، كان شديد الاهتمام برقي مصر ورفعة مستوى الحياة الاجتماعية فيها وتنظيم شوارعها، وأنشأ لهذا الغرض ديوانا خاصا لتوسيع أطرافها وإنشاء المباني العظيمة والمنتزهات وغرس الأشجار في الشوارع وإضاءتها بمصابيح الغاز، وأدخل المياه إلى مساكن القاهرة. حقيقة لم يغفر رحمه الله الناحية الفنية، فأنشأ مسرحين للتمثيل في القاهرة، الأولى دار الكوميديا وقد شيد على بقايا سرايا أحمد باشا طاهر، والثاني دار الأوبرا بجوار دار الكوميديا. اللي يقال إن دار الأوبرا عشان إنشائها كان فيها بعض أماكن للناس الفقراء، وعمل حرق كل هذه، كانت منازل من الصفيح يعني. ولكن الناس بتضرب مقارنة، بيقول لك ان المكان ده أنشئ على حريق، وللأسف بتاريخنا احنا كمصريين بنشمت ونقول ان الأوبرا اتحرقت بحريق. طبعا يعني دي أقدار، مش
مش أشياء مفعولة بفعل فاعل. أنشأ مدرسة الإدارة للقوانين واللوائح ومدرسة للمعلمين وأول مدرسة لتعليم الخرص والعميان. شيء عالي طبعا أن ينتبه إلى الخرص والعميان في تعليم في مدارس. عني باستخراج البترول من مناجمه في مصر لتستغني به البلاد عما تستورده من الخارج. حقيقة أنا أول مرة أسمع لهذا الموضوع، وإن كان فعلا فهذا شيء يذكر لهذا الرجل. هو باني نهضة مصر الحديثة بلا شك، وضع أساس الإمبراطورية المصرية العظيمة، وذلك بالتوسع في السودان والحبشة وخط الاستواء وإرسال البعثات العلمية والعسكرية للكشف والفتح، كما أنشأ ميناء الإسكندرية على أحدث نمط، وبنى فيها حوضا من الحديد لعمارة السفن بلغت تكاليفه 126 ألف جنيها و336، مبلغ عالي في زمن 1869-65 في الفترة دي. حقيقة هو ممكن خديوي إسماعيل مظلوم تاريخيا بسبب الأخطاء اللي هي غطت على الإنجازات. في هذا نصل إلى صورة الغلاف في آخر المجلة، وهي دايما لها بشكل ما بصورة لممثلات هوليوود. احنا عارفين شركة إنتاج الأفلام لشركة قديمة، كوكب من كواكبها لويس ألبرتين، دي مكتوبة مع اسمها مع الصورة. أنا حقيقة كشكل شخصي لم أرى شيئا لها، لكن أكيد في هذا الزمن كانت منتشرة. بهذا حضرت السلام عليكم، قد وصلنا إلى نهاية العدد الصادم من مجلة الاثنين والدنيا في 5 مارس سنة 1945 وإلى نهاية حلقتنا. شكرا لكم حضرات السادة المشاهدين، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.